كيف هي الأجواء قبيل بدأ القمة، وأيضا في ظل التصريحات التي تقول بأنه ما زال هناك خلافات بين الجانب الأوروبي والولايات المتحدة ورؤى الرئيس الأمريكي؟ نعم، هناك أمران سيحصل عليهما الرئيس ترامب خلال هذه الاجتماعات لحلف الناتو، مسألتان كان قد طالب بهما خلال الأسابيع الماضية وخلال الأشهر الماضية حتى ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الأمر الأول هو أن تزيد الدول الأعضاء في حلف الناتو 28 نسبة إنفاقها على الدفاع، وبرفع نسبة الإنفاق هذه لتصل إلى 2% من الناتج المحلي لهذه الدول. هذا الأمر الأول. هذا الحث وهذا الطلب الذي بدأه الرئيس ترامب منذ أشهر سيحصل وبسرعة أكبر، حيث كان الالتزام الأساسي أن يصبح في العام 2024 أن تلتزم دول الأعضاء بهذا الحد من الإنفاق، إلا أن هذه العملية تتسارع، وأمين عام الناتو يعمل بشكل حثيث على تطبيق هذا الأمر. الأمر الثاني الذي حصل عليه الرئيس ترامب قبل الاجتماع وسيتم تثبيته اليوم هو أن يشارك الحلف الأطلسي بالتحالف الدولي لمحاربة داعش. كان هناك تردد كبير من قبل الحلف بالمشاركة في هذا التحالف، وحتى أمس أمين عام الناتو كان قد قال أن الحلف يفضل أن تقوم الدول أو أن يقوم هو بنفسه أي الحلف بتدريب القوى المحلية في الدول التي تعاني من الإرهاب وألا ينخرط بشكل مباشر. اليوم ما اتخذه أو ما سيتخذه الحلف من قرارات هو أنه سيشارك في هذا التحالف ولكنه لن يقاتل بشكل مباشر، سيؤسس وحدة من أجل تبادل المعلومات الاستخبارية ويزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف. الأمر الثاني هو أن يزود الناتو طائرات التحالف بالوقود جوا، والأمر الثالث هو زيادة طلعات الطائرات الاستطلاعية الأيوكس بشكل أكبر. الحلف يساهم في هذا الأمر ولكنه سيكثف هذا الأمر في المستقبل بعد مشاركته في التحالف. أما التحالف في المقابل فسيحصل على أمر كان يطالب به وهو أمر يعني يقلقه بيرتا، مسألة التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف الناتو. هذه المادة تنص على أنه في حال تعرض أي دولة عضو في الناتو لأي اعتداء خارجي فعندها كل أعضاء الحلف يهبون لمساعدة هذه الدولة. الرئيس ترامب وفي فترة ما كان قد قال أنه لن يساعد إلا الدول التي تتحمل مسؤولياتها والأعباء المالية وتتشاطر الأعباء المالية، إلا أن الوزير تيلرسون أمس وفي طريقه من روما إلى بروكسل أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بهذه المادة. شكرا لك ميشيل غندور على كل هذه التفاصيل، وطبعا سوف تكون معنا لموافاتنا بكل المستجدات من بروكسل. شكرا لك حتى الآن ميشيل.